سيادة وسادة، أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض بلد، محوران حديث الليلة. الأول سؤال من جديد حول تصدير الخضار والفواكه للاحتلال، وفي الثاني التطورات على أرض الميدان في قطاع غزة. في الأول جدل التصدير للاحتلال، دور الوزارة، المصدرين، القطاع الخاص، كيف يمكن وقف ذلك؟ قبل الخوض في التفاصيل نتابع وياكم هذا التقرير. ردود الفعل الغاضبة ما زالت تتوالى تجاه تصدير الخضروات والفواكه إلى إسرائيل، وكان السؤال في البداية هل نصدر أصلاً؟ نعم، في تصدير للأراضي المحتلة، لكن لإسرائيل يعني؟ أكيد. هل في؟ نعم، في صادرات. الكشف عن أسماء التجار المصدرين لم يكن رادعاً لهم، ولم يصدر على ذلك أي قرارات رادعة، حيث أن القانون الأردني لا يمنع التصدير. المواطنون نفذوا ما عليهم واعتصموا احتجاجاً، وتساءل متابعون رداً على تصريحات وزير الزراعة أن وزارته لا تملك من الناحية القانونية إصدار رخص تصدير، وإن هذه المسألة تخص القطاع الخاص. هل الظروف المحيطة لا تعطي الحكومة صلاحية تمرير قرار بالتوافق مع النواب لوقف أي أعمال من شأنها دعم الاحتلال؟ خشية الوزير كانت أن حظر التصدير قد يتسبب في رفع قضايا من قبل المزارعين على الوزارة، فالقصة أصبحت تجارة حرب والوزارة في زمن الحرب خائفة. محاولات عديدة كانت عبر مبررين للتصدير جاءت من خلال القول أن المزارع في المقام الأول يبيع محصوله في أسرع وقت لتجنب أي خسارة مالية، حيث أن غالبية المزارعين لا يملكون ثلاجات لحفظ محاصيلهم بعد جنيها، وكأن ثلاجة الحفظ لن تكون إلا هناك في إسرائيل. والتبرير حسب مراقبين أقبح من ذنب، لأن القلق على المحصول لا يبيح امداد سوق العدو بخضار رويت أرضها يوما بدماء شهداء دافعوا عن فلسطين. الحكاية حسب رصد حديث الناس تلخص بتجارة حرب يحاول البعض أن يستفيد من أرباحها، ولا يهم على حساب دم من. حديثي أكثر أرحب بضيوف الكرام، المهندس محمود العران، رئيس أو مدير اتحاد المزارعين. مساء الخير يا سيدي. أهلا بك. أرحب أيضا بالسيد سعدي أبو حماد، نقيب مصدري الخضار والفواكه. مساء الخير يا سيدي. أيضا أرحب برئيس جمعية مصدري الخضار والفواكه الأستاذ عبد الله الزبن. مساء الخير أستاذ عبد الله، أهلا بك يا سيدي. بدي أبدأ معك مهندس محمود، ورد لي على اللي شفته في التقرير. في تصدير فيش تصدير؟ أول سؤال، بنصدر ولا ما بنصدر؟ سيدي بداية مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. زي ما سمعنا وزي ما عم نراقب وعم بنشوف، هناك تصدير للكيان الغاصب، لكن بدي أؤكد بأنه لا يوجد أي نوع من أنواع التطبيع ما بين المزارع الأردني والكيان الصهيوني. كيف فهمني؟ يعني لا يوجد أي نوع من أنواع العلاقات ما بين المزارع الأردني والمزارع الصهيوني، لا من خلال لقاءات ولا من خلال دورات ولا من خلال مشاركات أي شيء. هذا الحكي أكثر من 20 عام اللي أنا أذكره، وقد يكون ما قبل ذلك بكثير. فما بالك يا سيدي بعد احداث 7 اكتوبر والشيء اللي احنا عم بنشوفه على طب هذا الخضار والفواكه انتاج وين؟ انتاج اردني يا سيدي. انتاج اردني؟ نعم، انتاج مزارع اردني. هو سيدي الان العمليه التسويقيه تبدا على النحو التالي. المزارع يرسل بضاعته الى اسواق الجمله المركزيه الى الوسطاء. ليش قلنا الوسطاء؟ لانه الوسيط هو الذي مول المزارع للبدء بالعمليه الانتاجيه. بالتالي الوسيط بده يستحق أو بده يسترد مستحقاته باتفاق أدبي أو اتفاق مكتوب إلى آخره، يورد البضاعة إلى أسواق الجملة المركزية. المزارع يا سيدي الآن وصل بضاعته للسوق المركزي للوسيط، الوسيط هو الذي يقوم بعملية البيع. يعني المطبع الوسيط؟ لم أقل مطبع الآن. ولا مين المطبع؟ خليك معي سيدي. الآن الوسيط بيجي تجار بياخذوا هذه البضاعة. التجار قد يكون أو مش قد يكون، مؤكد هناك عدد من إخواننا بـ48 أو الـ67 موجودين بالأسواق. قد أستخدم مصطلح مزدوجي الجنسية أو المستثمرين، لأنه إلهم محلات موجودة عندنا معهم رخص للتصدير. فبالتالي العملية تبدأ
من داخل أسواق الجملة المركزية. الآن يأتي هذا التجار داخل سوق الجملة المركزي بيأخذوا البضاعة باتجاه مشاغل التعبئة والتدريج. المشاغل الأردنية كمان. المشاغل الأردنية. لكن الآن إذا بدي أتحدث على تصدير أي صنف لأي دولة كانت، تبدأ العملية يا سيدي من خلال غرف التجارة اللي هي شهادة المنشأ. طيب. شهادة المنشأ تصدر من غرف التجارة. بالتالي هلأ الآن ركزت أو ذكرت أنا بأنه المزارع الأردني لا يوجد أي نوع من أنواع التطبيع مع الكيان نهائيا يا سيدي. أسمع ردك أستاذ سعدي. بداية يعني نوجه الكلام لك، أحكي معك بوضوح. أكيد أكيد. إحنا شوف دورنا كنقابة إحنا بندين هذا العمل كموضوع الصادرات إلى دولة الكيان، لكن فيما يخص بالإضافة إلى أن إحنا كنقابة نعلن دعمنا المطلق لأهلنا في غزة. هلا ممنوع موضوع التسويق، إحنا ما بدنا نجمل الأمور ولا نجمل الصورة من كافة الحلقات، كل الحلقات اللي في القطاع الزراعي مدانة في هذا الأمر. يعني هلأ عندنا في السوق المركزي الوسيط هو الحلقة أو المفوض عن المزارع أو المزارع في البيع. لا شك أنه في الآن البيع واللي بتم في السوق اللي هو معظم أو 90% أو 80% من الإنتاج بيكون في سوق الصوالحة تحت بالغور، وبالتالي الإنتاج بيكون موجود في السيارة أمام مرأة المزارع، والبيع بالمزاد العلني. في هناك لبعض المصدرين اللي بصدروا للأسف، وإحنا كما مصرين إنه مش معروفين لدينا التسويق. يعني مش أعضاء في غرفة ما عندكم في غرفة؟ في النقابة؟ لا لا لا. مش أعضاء في النقابة؟ لا اللي بصدروا؟ لا 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 لا. وأنا مصر. بقول لك ما هي بدها شهادة منشأ. شهادة منشأ من الغرفة وليس من النقابة. إحنا دورنا إحنا نقابة أصحاب عمل. ليس لنا علاقة بعملية التصدير ولا إن دور في منح لا تصريح ولا أي شيء. دور النقابة بموضوع الصادرات نهائيا. هلأ إحنا بنحكي على موضوع التسويق اللي أخونا أبو موسى بيحكي إنه المزارع ليس لديه علم. لا، إحنا بدناش نجمل. كل أطراف العملية القطاع الزراعي والحلقات إلها علم في موضوع التصدير إلى إسرائيل. كيف؟ هلأ أنا البضاعة أحياناً بتيجي إلى السوق، سوق الصوالحة، بتم بالمزاد العلني. هلأ هاي الناس اللي بتصدر إلها أكثر من مندوب بتشتري البضاعة وبتروح على مشاغل السبعة وثمان تجار. البضاعة لما بتروح على المشغل بكون للمزارع بيعرف إنه هاي البضاعة رايحة للتصدير، وبالتالي إحنا هذا موضوع إنه في السوق بيعرف إنه رايحة لا لا للصادرات إلى إسرائيل، لأنه هاي الشركات أو السبع أشخاص أو الثمان أشخاص اللي بصدروا لإسرائيل معروفين ومعروفين مشاغلهم. ثمان أشخاص تقريبا؟ ثمان أشخاص كانوا خمسة آخر السنة الماضية. كم اتفق أنا وياه؟ ثمانية وأنا ملتزم بكلامي، وهاي الثمانية شركات جديدة أنشأت من أجل هاي الغاية. خلينا نحكي بموضوع التسويق، هاي نقطة. النقطة الثانية بس دقيقة معلش تفضل. أنا بدي أستوضح منك نقطة مهمة جدا. احنا في 30/12 صح؟ نعم. انا سالتك قلت لي خمسة كانوا ستة او خمسة. نعم خمسة. نعم اصابع اليد الواحد قلت لك بالضبط. ذاكر ممتاز. اليوم صاروا ثمانية ومعرفين عندكم؟ يعني معرفين عند نعم، مش معرفين كاشخاص، كشركات. ثمان نعم. شركات تصدر. نعم وهي معرفة لديكم كشركات، وهي معروفة لدى غرفة التجارة اللي بتمنحهم شهادات المنشأ كمان. احنا النقابة ليس لنا اي دور في موضوع الصادرات. هذا التسويق من اذا في داخل الأسواق. التسويق النوع الثاني اللي هو في تسويق ما بين هذول الناس، وفي وكلاء لهم بروحوا بضمنوا مزارع ببيعوهم مباشرة، وفي بيع مباشر من المزارع للمصدر اللي بصدروا لإسرائيل. يعني إحنا خلينا نكون واقعيين، هاي كل حلقات اللي بتتم في عملية القطاع الزراعي والبيع على علم إن هاي البضاعة مباعة للمصدرين إلى إسرائيل. ما نجمل طيب الامور ولا انه نحط. يعني للاسف احنا لما بنحكي المنتج مش كل المزارعين بيبيعوا ولا كل الوسطاء بيبيعوا ولا هاي المصدرين لهم علاقه بالتجار الاردنيين. هاي اصحاب شركات انشئت. شركات الثمانيه مين اصحابها؟
هلا خلينا نحكي في ناس بتصدر من 48 اخذوا اشخاص اردنيين على اساس انه يسمح لهم بفتح هاي الشركات من اجل التصدير. يعني فيها اردنيين فيها؟ نعم فيها اردنيين. طيب تفضل اسمع. انا بدي ابعد عن الموضوع هذا. التصدير له شقين، شق الفواكه، والاردن مش منتج للفواكه، بتيجي ترانزيت من برا لاسرائيل. يعني بنصدر فواكه بس ترانزيت. ترانزيت بتيجي من برا عشان نكون واضحين. خضار والفواكه انا ما الي بالخصوص هذا، لانه ما بردع عدم التصدير الا قرارات ملزمه من الحكومه الاردنيه. انا خايف انه عم بطلع من محكمه الجنايات الكبرى عم تطلع اي ادانه لاي واحد بيعمل على دعم اسرائيل، لانه عندها اباده جماعيه. انا خايف انه يطلع علينا. انت بتحكي عن محكمه العدل الدوليه؟ محكمه العدل الدوليه. احنا بالاردن لازم ناخذ قرار. انت قل لي انت شو لكم علاقه في الجمعيه؟ انتوا جمعيه المصدرين في 8 شركات اردنيه ما تصدر الاحتلال. لا لحظه، التجار اللي عم بحكي عنهم ما لهم علاقه بالجمعيه ولا هم اعضاء بالجمعيه. مش وكل اليوم بيصدروا ما لهمش علاقه في الجمعيه ولا لهم علاقه لا من قريب ولا من بعيد ولا اي علاقه كامله. بتعرفهم الثمانيه؟ انا لا ما بعرفهم اسامي عم بيسموه، بس ما لهم علاقه بالجمعيه ولا اعضاء بالجمعيه أبداً إطلاقاً. وأنتم ما لكم دور؟ ما إلنا دور. الدور لما بدهم يحكوا الشباب، في أولاً شهادة منشأ وفي شهادة صحية. شهادة المنشأ مسؤولة عنها غرفة التجارة، الشهادة الصحية مسؤولة عنها وزارة الزراعة. هذول اللي بيقدروا يعملوا على عدم التصدير أو عدم التصدير أو عدم التصدير، هذول النقطتين وبيعرفوهم الشباب. يعني عندك شهادة منشأ، عندك ورقة صحية اللي بتطلع على المعبر. أنا اللي بدي أحكي فيه إنه إحنا الحكومة ليش مش يعني العدو الغاصب كل اتفاقيات. الوزير قال لكم استحوا اللي يستحوا حالهم. أنا ما بنفع كلمة استحوا. الدم مش رخيص إني أقول استحوا أو مستحوا. واحد منافق، واحد منفعة مالية، قد ما أنت تحكي لهم ما بيأثر معه إلا قوة القانون. أنت مثلا سيد البلاد طلع بنفسه انه يبعث مساعدات لغزه، الناس عم تطلع لغزه. هل الحكومه الاردنيه والحق كله على الحكومه الاردنيه انها تاخذ قرار سليم بعدم التصدير لليهود؟ لانه اليهود عم بيهددوك بالتهجير، بيهددوك بالمياه، بيهددوك بعدم الصلاه بالمسجد الاقصى، عم بقتلوا ابنائك. فانت لازم تاخذ، وكل العقود اللي احنا موقعين بيننا وبينهم عم نقضوها. انا ما بقدر او انقض عقد بيني وبينهم هسه، بقدر انا كحكومه كسياده انه رؤيه جلاله الملك اطبقها على الواقع كحكومه هنا صاحبه الولايه. هلا مين انت اللي بيصدروا؟ انا جاوبني بس. انا ما الي باللي بيصدروا. انا لانه مين انا مين لا اللي بيصدروا؟ اخي الكريم، مين اللي بيصدروا؟ اخي الكريم مين اللي في اللي بيصدروا؟ انا ما قلت لك انت عم تعيد. قلت لك وزاره الزراعه بشهاده الصحيه وغرفه التجاره بشهاده المنشا، اعطيتك يعني ما قلت لك لا، اعطيتك الاثنين. هذا واضح. ودور يعني الجمعية وين فهمت؟ الجمعية ما إلها دخل، الجمعية غير ربحية تخدم أعضائها، مش للتصدير، مش تصدير لإسرائيل، ما إلها علاقة لا من قريب ولا من بعيد. يعني اطلع جيبوا الأسامي، حطوا الأسامي، ما في أعضاء بالجمعية هذا إطلاقا بتاتا. هذا لكن تبعد عنه. أنت ليش بتروح على الجمعية ولا بدك تروح على النقابة؟ روح على اللي بعطي التصريح اللي يصدر. انت موقع على اتفاقيات مع العدو الصهيوني على التجارة، انت موقع، وانت موقع على الغاز، موقع على المياه، هم انقذوك بالمياه، خالفوك بالمياه، خالفوك بأي شغلة. ليش انت بدك تمشي على هذا الحكي؟ هم هسع المساعدات اللي بتيجي عن طريق رفح عم بوقفوها مواطنين يهود، عم بوقفوها وممنوع تدخل. انا كيف انا اوقف كمان ما اسمح لنفسي اني اصدر؟ يعني أهلك اللي عم بتقتلوا، أبنائك اللي عم بتقتلوا، في بك روابط عائلية، روابط دينية، كل الروابط موجود. دولة إسرائيل للزوال. ليش أنا أظني محافظ على عقود وأنا أظني واقف؟ مش لازم أظني واقف، لازم أنا أمنع التصدير إطلاقا. قرار حكومي منع التصدير. قبل فترة وزير الصناعة والتجارة طلع قرار ممنوع تصدير المواد التموينية. ليش ما يطلع قرار منع الخضار والفواكه؟ لأن الجزء من الخضار إنتاج أردني، أنا معك إنتاج أردني، الفواكه ترانزيت. إحنا مش ما عنا عنب ولا عنا تفاح ننتج بهذا الوقت، هذا جاي ترانزيت من برا.
فالنقطة أخطر من هيك. أنا خايف على الأردن اللي الترانزيت بنكتب عليه صناعة أردنية؟ لا مو صناعة أردنية، الترانزيت التفاح والعنب اللي كان على التلفزيون مو أردني، وهي النقيب هي موجود، وهي المزارعين بالوقت الحاضر ما عندهم الإنتاج هذا. إذا عدم مفهومية بالإنتاج الأردني إيش هو أو عدم هو، هذا مش مشكلتي، بس مشكلة إنه عم بيجي بضاعة ترانزيت من برا عم تدخل، هاي من الليبل متطلعوا على الليبل، طلعوا على الكرتونة، ما في إنتاج أردني. مين صاحب القرار؟ أنا مو خايف، بس احنا بنصدر الخضار. أنا ماني خايف من هون، أنا خايف إنه تتهم الأردن بإلها ضلع بالإبادة الجماعية بغزة، لأنه ممكن إنه يطلع قرارات من محكمة الجنائية من أي واحد بيساعد على الإبادة يلحقوا قرار، هذا قرار سياسي. طيب. أعلى من أنك تصدر أو ما تصدر. وقفت معك مهندس محمود، تفضل. محدش بريء. جميل. سيدي ذكر زميلي وأخوي أبو محمد بأنه الوسيط هو مفوض عن المزارع، بالتالي المزارع في ظروفه الحالية بدناش نقول انه والله بخاف يطلع من بيته لانه مطلوب للتنفيذ القضائي. والله يا مهندس بالله عليك ما ترجع عليها. معلش بدي أردو. انا 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 يعني انا شغله انه مطلوب للتنفيذ القضائي، يعني هو المطلوب للتنفيذ القضائي مسموح يبيع، يعني مو مسموح يبيع. الله يسعدك. انه الهدف من ابو سعد قال لك انه خلينا وياك واضحين. معلش. انت بتقول لي ما في مزارعين، هو بيقول لك لا في مزارعين. اخي محمد احنا كان في حديث تحت الهواء وقلت له اخوي ابو محمد اعطيني اسم مزارع وانا كفيل انه المزارع هذا ما يسوي اي اجراء قانوني. ذكرت اخوي ابو محمد بانه الوسيط هو مفوض عن المزارع، المزارع ما بوصل للسوق المركزي، فقط البضاعه اللي عم توصل. ذكرت كمان حضرتك بانه صار عندي زياده في عدد المصدرين، صاروا 8، هل في عندي مزارعين؟ بعدين عمليه التصدير انت عارفه كيف الاسس تبعها من خلال الشهادات ومن خلال تسجيلها في غيره. ذكرت كمان موضوع الضمان المباشر، الضمين المباشر هذا مو مزارع يا سيدي، بيجي على الجاهز، بيجي على المحصول بلاقيه جاهز 100% بياخذ المحصول وبيبيعه، هذا ليس مزارع، هذا ضمين، هذا تاجر. فبالتالي يا سيدي المزارع بريء من عملية التصدير كما الذئب بريء من دم يوسف. احنا الآن يا سيدي موضوع حديثنا انه ان نبحث كيف نوقف التصدير الى الكيان. لا دقيق تفضل استاذ محمد. اول شيء اخوي ابو موسى، احنا الاصل انه نكون واضحين وصريحين، والاصل انه نحكي الوقائع، ومش مشكلتنا هل مين هذا اللي بريء ومين هذا، كلها مدانه. وانا مزلت مصر، احنا في السوق عندنا 3 بيع، في بيع داخل الاسواق، وفي اصحاب البضاعه بكون عارفين، وبالدليل هلا فيش مزارع الا بسأل لمين بعت اذا ما كانش موجود مع البضاعه، مجرد ما يفرغها في مشغل المصدر بعرف انه هاي المشاغل الموجوده تحت بالغور 7 أو 8 مشاغل تباع تصدر للكيان. اذا المزارع على علم في هذا الموضوع، واحنا بنشملش الكل، الناس اللي بتبيع، وبالتالي في بيع مباشر فيش تعميم، احنا بنحكي عن اعداد محدوده طبعا. النوع الثاني من البيع، في بيع مباشر من المزارع لمشغل التصدير مباشر، في بيع مباشر نعم، وفي بيع ثالث في ضمين بياخذوا محاصيل زراعيه بتبيع للتصدير. احنا مشكلتنا اخي محمد مش مين اللي بتحمل او من بريء، الكل حفظ انا الألقاب. من وجهه حفظ نظري عبد الله بقول لك موضوع بهذا الموضوع معلش. في شهاده منشا نعم وهي معروفه لوين رايحه، خليني احكي لك برضه بهذا الموضوع. مش هيك يا اسامه؟ هذا دايك بتقول نعم، هذا موضوع شهادات المنشا. انا احنا ليس كل تاجر موجود بصدر خضار وفواكه شرطا أن يكون منتسب لنقابة أو جمعية، التسجيل في نقابات أصحاب العمل اختياري أوكي؟ طيب. وأنه هذول التجار 8 تجار غير معروفين في القطاع التجاري فتحوا شركات مع السماسرة اللي جايين من 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 من, من الأراضي المحتلة، وبالتالي صار في تصدير. لكن الشرط الوحيد اللي لازم حتى يأخذ شهادات المنشأ إن هاي هذول التجار يكونوا منتسبين للغرفة التجارية حتى يحصلوا على شهادة المنشأ. من أي غرفة تجارية بتطلع شهادة المنشأ؟ هلا خلينا نحكي بصراحة. هلا الآن بحملوا من الغور شهادات المنشأ بتطلع من غرفة تجارة السلط كلها إذا مش 90% نحكي حتى يكون كلامنا دقيق 100%. طبعا بدي اسالك سؤال، تفضل. غرفه تجاره صرت تقدر تقول ما بطلع شهاده من شقه او لا؟ انا احكي لك اياها بصراحه. قبل شهر تقريبا صار في كلام انه يوم الاربعاء المساء غرفه التجاره يوم الخميس منح رخص شهادات المنشا، يوم السبت لانه ما في شيء يحميها رجعت منحت شهادات المنشا.
وبالتالي ايش صار السبت مره ثانيه لو سمحت؟ الخميس منعت غرفه تجاره اتصالات منعت اصدار شهاده المنشا يوم السبت سمحت لانه ما في قانون يحمي غرفه التجاره. ليش سمحت يعني؟ لانه صار في اعتراض من قبل الناس اللي بتصدر انه ما في شيء رسمي اللي او ما في مظله او قانون يحمي هذا القرار. طيب لغرفه تجاره السلط حق ايضاح ما يرد الان تحديدا حول شهاده المنشا بقول لك ما صار انا وقفنا الخميس رجعنا السبت. سيدي الكريم المصدرين مبينين المزارعين مبينين احنا ليش ونفوس مريضه مبينه. خلينا واضح اللي بيقدر يسيطر على هذا كله هذا الحكي هو صاحب الولايه حكومه المملكه الاردنيه الهاشميه. اليهود انقذوا لك كذا اتفاقيه وعم بيهددوك بالمي بيهددوك بالتهجير بيهددوك. طيب ايش معنى ما الحكومه الاردنيه تاخذ قرار صارم انه ممنوع انا اصدر للكيان الصهيوني؟ هذا قرار لازم هذا قرار سيادي اعلى من واحد نفسه مريضه بده يستفيد ماديا. انا ما بطلع على اللي بده يستفيد ماديا، دائما السراق بتحاكمه القضاء. انت لازم اللجنه التشريعيه والترانزيت بقدر اوقفه؟ ايش؟ ترانزيت بقدر اوقفه؟ بقدر اوقفه، بقدر اوقف كل شيء لانه تقدر توقفه؟ ما هو لحظه خليني اكمل. تقدر توقفه؟ بقدر اوقفه. كيف بقدر اوقفه؟ اوقفه لاني لا مش لازم انا اتهم كاردن اني عم بساعد على الاباده الجماعيه. انا لازم اعطيني اعطيني في قانون بيقول اني انا بقدر اوقف قطاع جامعي ترانزيت. يا سيدي في قانون نقل الاتفاقيات لما انا بعطيك اتفاقيه بوقع عليها وبنقضها انا بيني وبينك اتفاقيه السلام انك تعطيني ماي، ليش انقضتها؟ ليش وقفتها؟ انا عندي مجلس نواب بحكي باسم الشعب، لازم هو يضغط على الحكومه والحكومه تعرف بدك يعني مجلس النواب صح؟ بدي خليني اوضح لك شغله. خليني لا 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 خليني اوضح لك النواب. اسمح لي ذكرت مجلس النواب ومعي عبر الهاتف رئيس مجلس الزراعه النيابيه محمد علاقي. مساء الخير. مساء الورد. هلا استاذ محمد. انت تستمع للحوار استاذ محمد والحديث انه وين مجلس النواب عن الضغط على الحكومه لوقف التصدير للاحتلال ويقر كل من هو على الطاوله اليوم انه في تصدير للاحتلال في خضار وفواكه شيء ترانزيت وشيء من عندنا. الله يسعد مساك. اهلا وسهلا. سلام لضيوفك الكرام. اهلا وسهلا. سيدي احنا قبل شهر تقريبا سمعنا انه هناك في بعض تجار ما بنعدوا على الاصابع قاموا هلا بنعدوا على الاصابع ثمانيه استاذ محمد باعتراف باعتراف ضيوف الكرام ثمانيه. لا المعلومه اللي عندنا كانوا ثلاثه. هلا اليوم صاروا ثمانيه. اليوم صاروا ثمانيه هذا معلومه جديده. ولكن احنا كمجتمع اردني وكشعب اردني بغض النظر عن المؤسسات اللي ننتمي لها تشريعيه تنفيذيه للتكفير واعلاميه احنا ضد التصدير للكيان الصهيوني. طيب ايوه ماشي تفضل. اثنين هذول تجار قطاع خاص ولهم علاقات مع 48 ناس من 48 بيجوا على الاردن وبيتم التعامل معهم بطرق مخالفه على اللي بنعرفها ويتم التصدير من خلال التجار. حنا نكون بالصوره. وكان لك حلقه قبل حوالي شهر مع اصحاب الجمعيات واعترفوا بهذا الكلام على طاولتك. صحيح يا سيدي. وانه في ناس كانوا جمدوا عضويته وفي ناس خالفوه وكان الموضوع بالنسبه لتصدير البندوره والحكي بذلك الوقت. اليوم احنا كمجلس نواب خاطبنا الحكومه ووزير الزراعه بهذا الامر وقال لنا احنا ما عندنا خلينا نقول قانون يسمح لنا بوقف التصدير للقطاع الخاص او التعاقد. نعم. ما عندنا دخل التعاقد. نعم. فهم يعني المشكله عند التجار الحكومه بيقدرش تعمل شيء وانتم مجلس النواب وصلكم رد واضح من وزاره الزراعه ان الوزاره لا تملك بامرها شيئا. نعم صحيح. كيف حكومه صاحبه الولايه؟ تفضل. حكومه صاحبه الولايه عطوفتك، الحكومه صاحبه الولايه اذا قرار قرار مجلس التشريعي. يا استاذي يا استاذي الحكومه اردنيه والتجار اردنيين ومجلس النواب اردني، كيف احنا بنصدر؟ طيب يقدر ياخذ قرار على بعض. يعني بضيف على احنا على الهواء مع عطوفتك لما سيد البلاد يطلع يبعث مساعدات
بعد لغزة. بالله يا سيدي أرجوك، الأردن كلها تروح يا سيدي أرجوك. أنا خليني يا سيدي لا تدخل هاي باي، أنا أعطيني مين بيصدر اليوم. أنت بتقول لي في 8، أنت بتقول لي في 8، مين اللي بسمح له يصدر؟ أنت بتيجي على هذا اللي عم بيصدر نفسه مريضة، نفسه مريضة. مين بوقف نفسه مريضة؟ مين بوقف الحرامي؟ مين على أصل ما بصير، ما بصير أصدر أنا كأردن، ما بصير أصدر، ما برمي كل الأغلاط هذه بدي أصير أرمي على الحكومة وعلى وزارة الزراعة وعلى السلطة التنفيذية. وشو دور مجلس النواب؟ دور مجلس النواب معروف موقفه من موقف الشعب. أفعال بدك من القضية الفلسطينية ومن اتجاهنا اتجاه العدو. سعادتك الله يعطيك العافية. الأستاذ سعدي عنده تساؤل، يبقى معي مهندس محمد. مهندس أنا معك، كنا أردنيين ولازم التجار يوقفوا، أنا معك، بس إحنا كنقابات وجمعيات لا سلطة لنا عليهم. شو الإجراء؟ كيف أنا بدي أقدر، كيف أنا بدي أقدر أخليهم يوقفوا الصادرات إذا أنت مجلس نواب والحكومة ما إلها؟ أنا كقطاع خاص كنقابة، هذول مش منتسبين داخل النقابة، حتى لو منتسبين ما في قرارات بتسمح لي إني أنا أوقف الصادرات كقطاع خاص. شو الإجراء؟ الإجراء الوحيد إنه غرفة التجارة في فترة من الفترات اللي هم أعضاء عندها، لأنه أي واحد بده يصدر لازم يكون عضو في غرفة التجارة بغض النظر، منعت منح شهادات المنشأ، وبالتالي لأنه ما في قرار رسمي يحمي غرفة التجارة تم السماح هم منعوا الخميس، تم السماح يوم السبت، وغرفة التجارة هي المظلة الرئيسية للتجار أقوى من النقابة والجمعية. إذا الغرفة ما قدرت تمنع، شو إحنا كقطاع خاص كنقابات ما عندنا صلاحية أو جمعيات إنه نمنع؟ شو الإجراء في هذا الحالة؟ مهندس محمد تفضل، وإحنا بنحاول نتواصل مع رئيس غرفة تجارة السلط للعلم فقط للوقوف على 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 ما يحدث ونشوف دورهم وين. تفضل محمد. تفضل. اول شيء هناك في عقود بين التجار القطاع الخاص مع جماعه من 48، خلينا نكون واضحين وخلينا نحط النقاط على الحروف وتكون الامور واضحه. طب سموهم يا مهندس محمد. يا اخي احنا مش عارفين، احنا مش عارفين، بنسمع اسماء وبيطلعوا بيستنكروا هاي الاسماء بعد فتره. فاحنا يعني احنا مش عارفين مين الثمانيه اللي بيصدروا. معروفين او اخونا سعد. هاي الاستاذ عبد الله بيعرفهم، بقول له لا بتقدر تطلعهم من غرفه التجاره، طوال غرفه التجاره. مين اللي صدروا؟ من البعبر بتعرفهم؟ من اي واحد؟ من اي واحد بتقدر تعرفهم؟ اسهل منها ما في. خمس دقائق على المعبر مين صدر اسمه مبين واضح. طيب انا اللي بدي نحكي باصل الامور يا استاذي. تفضل. احنا بالنسبه كاردنيين انا بحكي من المبدا، احنا هذا المبدا مرفوض، وبالتالي اي واحد يخرج عن هذا المبدا فانا بوجهه نظري هو خاين للوطن. بدنا افعال مش اقوال. طيب ما هو خاين للوطن وبعدين هو بيصدر، يعني بعدين هذا لازم مين بيحاسبه؟ هم ظل تابعين للجمعيات يا محمد، تابعين للجمعيات. الجمعيه بتقول لك ما دخلني، والنقابه بتقول لك مش اعضاء عندي، والمزارعين بيقول لك انا ما بيعش. مين اللي دخل؟ ما والله ما انا عارف، انا مش عارف اليوم. يعني ضايع الطاسه يعني؟ هي طاسه وضايعه اليوم. هي طاسه ضايعة معناته احنا فاتحين الحدود وخلص بنصدر وتوكلنا على الله. مو ضايع معناته ما حد يقول ليش بنصدر وكيف بنصدر. الحكومه بتقول لك انا ما عندي قانون يسمح بوقف مثل هذه التعاقدات. بشرع قانون. لا في سيدي في قانون بشرع قانون بيمنع بس عن معبر واحد بيقدر يمنع عن معبر دون غيري. ليش ما بيقدر يصدروا لا الا من جسر الشيخ حسين؟ ما بيصدروا من جسر الملك حسين، بيصدروا من المعبر الشمال. ليش؟ انت قلت لانه مانع اسرائيل، مانع اسرائيل انك تستعمل المعبر هذا، هو ما بيعرفه هذا الحق. طيب ليه؟ ماشي. اشكرك مهندس محمد على قميص، سمعنا وجهه نظرك رئيس اللجنه الزراعيه في مجلس النواب. وانا هيك طاسه ضايعه ولا مش طاسه ضايعه؟ قول لي. لا مش طاسه ضايعه. لا سيدي انا بدي اقول لك شغله. تفضل. ما هو اذا ما هو طلع، ما هو انا كان الحق صار على غرفه تجاره الصيد بعدين قلنا وقفنا ورجعنا. عم بتشد اللي ما له قرارات، الشد على اللي بايده القرار. ما بقول لك ما معوش قرار، باعت كتاب رسمي جواب رسمي من النواب. ما بصير قرار. هذا مجلس الشعب، هاي حكومه صاحبه الولايه، مين بيدافع عن الشعب غير الحكومه؟ لازم اتفاقيات. هم ما بيدافعوا لما يقطعوا عنا المياه اسرائيل. طيب. ما بيراجع، ما بتدافع الحكومه لما بتقول لك انه ممنوع الصلاه بالمسجد الاقصى؟ ليه بناخذ؟ طيب يعني طيب. لازم تاخذ كل المعابر
أستاذ محمد، إحنا بالنسبة لموضوع الصادرات، إحنا قبل شهرين تقريبا نفس الموضوع فتحنا، إذا كان في وازع ديني وأخلاقي ووطني عند هذا الشخص بيمنعه، لكن للأسف من خلال الفترة هاي لغاية الآن ما جد جديد، بالعكس إحنا كل ما في الأمر إذا بننضلنا نعلق إنه أنا ما إلي دور، وكل كافة الحلقات القطاع الزراعي تتبرأ من هذا الموضوع، لا يمكن إنه إحنا نوقف الصادرات. إحنا بنطالب أعطيني القرار أو القانون اللي بيحولني أوقف الصادرات. إيه؟ أعطيني القانون اللي بيخو. أنت اليوم الترانزيت حماية المملكة الأردنية، الترانزيت لا يمكن، كيف ما بتقدرش توقفه؟ ترانزيت بقدرش أوقفه. كيف اتفاقيات دولية كيف بدك توقفه؟ تقدر توقفها. إحنا تقدر توقفها يا سيدي. هسا إن انحكمت عليك محكمة الجنايات أنا ما بصير لي شو بدي يكون. أنا أقول اليوم أنت بتقول اليوم أنا أملك المكنة القانونية لوقف كل ما يحدث للترانزيت، بقدر أوقفه أو لا؟ بقدر أوقفه. إحنا بنحكي في موضوع الترانزيت. أنا من وجهة نظري بعرفش إنه قد أكون صائب خاطئ، إنه لا يمكن إنك توقف لأنه في اتفاقيات. وتصديري أنا في إشي بيعطيني مجال؟ في تصدير المنتج الأردني بقدر؟ أنا بقدر. أنا بقدر. كيف؟ عارف ليش؟ كيف؟ في الحالة واحدة، في حالة إنه ضبط الأسعار، إذا ارتفعت الأسعار على المستهلك الأردني بقدر وزارة الزراعة إنها توقف التصدير. المزارعين بيقبلوا؟ لكن كمنظمات مجتمع مدني، غرف التجارة هي منظمات مجتمع مدني، رأي الشارع الأردني هو بوقف التصدير إلى الكيان الصهيوني. طيب. إذن الآن الكرة في مرمى غرف التجارة، بالتالي الآن كمنظمة مجتمع مدني كغرف تجارية منتخبة من قبل التجار، إذن هي تملك الولاية وصاحبة الولاية لإيقاف هذا الشيء. سيدي أستاذ محمد خليكم معي دقيقة. رئيس غرف التجارة اتصلت معنا عبر الهاتف، الأستاذ سعد الحياري. مساء الخير. على مساء الخير سيدي. أستاذ سعد، الضيوف الكرام يتحدثون ونبحث موضوع التصدير الاحتلال، والحديث جاء أن شهادات المنشأ تصدر عن غرفة تجارة السلط اليوم لغاية تصدير الاحتلال، صحيح ولا غير صحيح؟ لا سيدي، اليوم غرف التجارة هي محكومة بقانون وأنظمة صادرة عن مملكة الحكومة الأردنية الهاشمية. اليوم سيدي اليوم مش بس غرفة تجارة السلط، اليوم احنا في عنا 16 غرفة بالأردن، 16 غرفة تجارية. عنا سيدي 3 غرف صناعة. اليوم احنا الأردن بصدر لكل دول العالم من خلال الأردن، لأن الأردن موقع على اتفاقيات، وهو اتفاقيات تجارة حرة وإلى آخره، كافة الاتفاقيات. فبالتالي اليوم أي تاجر يملك الصلاحية مسجل ضمن نطاق أي غرفة تجارية من 16 حق له صدر لكل دول العالم. بس أنت بتطلع عندك شهادة المنشأ صح؟ شهادة المنشأ هي تطلع باسم تاجر، باسم تاجر أردني، وهي لما ما بتعرف وين رايحة البضاعة؟ بكون معروف انه مصدر لهولندا لامريكا يعني انت بتكون عارف انه مصدر لاسرائيل. هو يا سيدي مصدر، هو مش لاسرائيل، لا تحكي لاسرائيل، تحكي للضفه الغربيه سيدي. هو شهادات المنشأ بتطلع من عندك للضفه الغربيه، بتطلع باسم تاجر اردني مع رقم وطني وعنده مؤسسه مسجله ضمن النطاق الجغرافي. وين التصدير الى فين؟ بتطلع لامريكا. ما في اليوم هاي مراحل. اليوم الشهاده هي تصدر من الغرفه التجاره، بتمر على وزاره الصناعه. بس اسمح لي. تفضل تفضل. تصدق باسم وبتمر على وزاره الصناعه، ومن ثم على الحدود لاي بلد ودائره الجمارك. فبالتالي هي سلسله حلقات بتمر مراحلها سيدي. يا استاذ سعد، انا سؤالي بدي يكون واضح وصريح ومباشر، وبدي وبدي جواب منك مباشر. عندكم في غرفه تجاره السلط صدر اي شهاده منشا تصديرها الى اسرائيل او لا؟ بتصدر سيدي، بتصدر للضفه الغربيه، بتصدر انت. انا ما تقول الضفه الغربيه شيء، وانا لازم اجي على زوجك يعني. لا يا سيدي، لا مش على زوجي، انا بسالك سؤال واضح. انت بتقول الضفه الغربيه على عيني وراسي. انا كغرفه تجاريه، انا واجبي اصدر من مهام غرف التجاره اصدار شهادات المنشا للتجار المسجلين ضمن النطاق الجغرافي لأي تاجر، لأي بلد. يعني إذا راح على إربد يصدر من إربد، إذا راح على المزار، إذا راح على الصيفة، على الزرقاء، إذا مسجل. مش كل الناس بكونوا مسجلين بالسلطة، مسجلين ضمن نطاق الجغرافي. طيب. المحافظات.
خليك معي أستاذ سعد. أستاذ سعد هي واضح الكلام. نعم. هو ما بيقدر لا يملك من أمره شيئا يعني. إذا جت ورقة بدي يوقعها. أنا بحكي لك القانون. لا يملك. ما هو هلا أستاذ سعد الله يسعد مساك. مساء الورد. القانون البسطة. أنت في فترة من الفترات يوم واحد منعت منح رخص أو شهادات المنشأ صح؟ أنا ما منعت لأنه ما لا أملك الصلاحية بالمنع. بس أنا اليوم أنا مظلة. أنا مظلة قبل. أنا مظلة للتجار للهيئة العامة اليوم فيما يخص أي مشكلة أي وجهة نظر أي برح. أنا بجوز تجار ثانيين حكوا معاي في ناس مثلا ما رضي يصدر. عرفت كيف؟ في ناس ما رضي يصدر حكوا معاي. فإحنا قعدنا إحنا وياهم أو تم الاتصال معاهم اليوم إنه إحنا لا شك إنه إحنا مع أهلنا في فلسطين وبالضفة الغربية ومع القطاع غزة وحاسين بيهم وحاسين إنه جزء كبير إنه اليوم جزء الأسعار حتى ارتفعت عندهم. انه اليوم انا التاجر الاردني اللي بيملك مؤسسه ممكن يصدر وجابوا لي هم انه هاي اسعار هاي الخضار والفواكه الصادره من الاردن هي بتروح للضفه الغربيه بحسبه الخليل الى اخره بنابلس الى اخره. لا لا ما هو بقول لك هيك اجاي يا الرجل. ما هو رجل مدافع عن نفسه. اسمح لي المعبر المعبرين انا متهم اني ما ادافع عن سيدي. اسمح لي استاذ سعد اسمح لي استاذ بعرف طبعا سيدي انا ارجوك صح يا استاذ سعد ارجوك استاذ سعد واضح يا استاذ عبد الله بقول لك انا اجوني التجار وقعدوا قالوا هاي رايحه على عسبه الخليل اوقفها كيف. نعم وجابوا لي فيديوهات بالسوق المركزي انه هاي بتروح سيدي. لاهلنا فلسطين. طيب سيدي المعبر الشمالي لفلسطين الى ل 48 لاسرائيل. الضفه الغربيه ممنوع الشاحنات تمر فيها الا موافقات. خلينا نكون الحكي واضح. انت من هون حتى في شركه اردنيه فلسطينيه ليش ما تاخذ العاتق على عاتقها وهي تصدر للضفه الغربيه؟ احنا ما عندنا مانع للضفه الغربيه. شو دخلوا في هذا؟ لا هذا ما دخلوا استاذ سعد سيدي ما قوانين انت بتحكي بقوانين. انا لا خلينا نحكي محمد اذا سمحت بس خلينا خلينا نكون واضحين صادقين بالمعاب. طيب اذا سمحت شوي تفضل. هلا انا بجوز انا لازم اوضح لك نقطه. تفضل استاذ سعد معلش خلي وضع. تفضل استاذ سعد تفضل. أنا اليوم غرف التجارة بحكم القانون والأنظمة التعليمات الصادرة عن الحكومة الأردنية ماشي. اليوم غرف التجارة ليست جهة رقابية فبالتالي هي ما بتملك يعني هي بتمثل قطاع مهم بالأردن وبالتالي المشرع أعطاها صلاحيات وأنظمة وتعليمات خاصة. أنا لا أملك الجهة الرقابية على أي موارد. نرجع للحكومة بالضبط. اذا سيدي المواطنين اذا سمحت لحظه شوي هلا احنا شوي التجاره الى غرفه التجاره سعدي. صاحبه القرار سعدي. واللي هم سعدي. من ضمن خليد الله سعدي معك سعدي. سعدي نعم سعدي انا متفق تحياتنا للاستاذ سعدي المحترم. هلا احنا قلنا انه ما في قرار او قانون بيحميك انك تمنع رخص او شهادات المنشأ وهذول التجار نعم. وهذول التجار موجودين عندك في الغرفه صح؟ نعم. اذا غرفه التجاره اللي موجودين هي في الغرفه موجودين نعم اصلا لا تمنح اي شهاده منشأ الا اذا كان عضو في الغرفه واردني واردني ومعاه رقم نعم. وطني ما هي شركات نعم. اردنيه صحيح. شركات اردنيه لانها رقم وطني وبالتالي نعم. كيف النقابه كلها منهم كيف النقابه خلينا هو بقول لك اذا عنده قدره يقول لك في هو اعضائه اذا في كيف انت بتطالب النقابات اللي لا ليس هؤلاء الاشخاص اعضاء عندهم ولا تملك اي صلاحيه من حيث منح شهادات المنشا. بس استاذ سعد استاذ سعد واضح كل بضاعه اللي بتطلع من عندنا شهاده منشا ما في شيء بيطلع لاسرائيل لا كله بيطلع في غربية. لا 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 هيك بقول لكم يا اخوان هي الزلمه معنا على التليفون. لا لا في معبرين معبرين يا اخي استاذ خلص حكى قران كريم ما حكاش قران كريم زي بيحكي بدافع عن نفسه. معبرين عندك هيك معبرين ما عم بحكي لك انا واضح معك. المعبر الشمالي تبعين ال 48 وفلسطين. المعبر الشيخ جسر الشيخ حسين الملك حسين هذا بينك وبين الضفه الغربيه. هسا اي واحد من الضفه الغربيه بيقدر يطلع معبر الشيخ حسين؟ مستحيل مستحيل. سعدي اصلا حتى اللي بطلع على 48 ما هو بكون هو اصلا فلسطيني لكن هو مثلا ممكن يحمل الجنسيه الاسرائيليه اصلا. عرفت كيف؟ طيب. استاذ سعدي ما هو ابن هالقطاع وبعرف. طيب اللي بيحكي الاستاذ عبد الله الزبن عشان تكون واضحه الامور لانك انت تسمعنا ولا ترانا استاذ سعد اللي حكى الاستاذ عبد الله الزبن. لا انتم بالقلب سيدي ابدا. الله يسعدك اشكرك كل الشكر استاذ سعد الحيري رئيس غرفه تجاره السلطه. اوضحت قضيه شهاده المنشا
سيدي معلش اذا سيدي في نقطه واضحه وصلنا لنتيجه ما وصلناش انه لا وصلنا لنتيجه كقانون بس مبنى انا اعطيني فرصه اذا سمحت تفضل بنص دقيقه كل واحد اذا وصلنا لنتيجه انه كقانون ما في شيء بيسمح للقطاع او المنظمات الخاصه انه ياخذ قرار بوقف اللاب. هذا اذا غرفه التجاره ما عندها قرار فما بالك. انا بتمنى من كافه الحلقات القطاع الزراعي انه يكون في رقابه وازع ديني واخلاقي وانساني ذاتيا انه احنا بكفي لازم وقف الصادرات. هلا احنا اذا ضلينا نجمل الامور المزارع ما له دور، الوسيط ما له دور، المصدر ما له دور، من التجار ولا المزارعين؟ إيه؟ شو نتفق انا وياك؟ إيه؟ نطلب من مين اليوم؟ من التجار كافه الحلقات ولا من المزارعين؟ من كافه المزارع والوسيط والمصدر. احنا بنتمنى انه الكل يكون عنده مسؤوليه اخلاقيه ووطنيه يوقف نتمنى. هذا العمل ما نجمل الامور انه انا ما الي دخل وانه انا بريء لا الكل مدان في بس هذا أنا الموضوع ما بنفع اليوم في هالظرف. اقول اتمنى سيدي اول شيء مش الكل مدان هذه واحد لا 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 احنا بنحكي عن الحلقات اذا سمحت احنا بنحكي عن الناس اللي بتشتغل. جميل. الشيء الثاني غرف التجاره، غرف التجاره هي تجار نعم مضبوط ولا لا؟ نعم نعم احدى منظمات المجتمع المدني نعم نعم بامكان الغرف التجاريه كامله تعقد اجتماع لهيئاتها العامه وانت ابن هذا القطاع الهيئات العامه تدعو الهيئه العامه للاجتماع للتعديل او لاضافه او لشطب. بالتالي هي ليست معضله لدى غرف التجاره كقطاع خاص. لا 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 كقطاع عام وفي قرار خلينا نحكي غرف التجاره قطاع خاص انتم مش كاتحاد مزارعين تحطوا على مين قادر انك عليه. تفرض انه مين يعني الله اوعز بالقانون اي شيء انت مستوطنين بوقفوا على معبر رفح بمنعوا المساعدات تدخل غزه قول لي حاطين ايدنا قول لي انا بدي تحط لي ايدك اليوم الحكومه لازم تاخذ القرار الحكومه لازم تاخذ القرار الحكومه لازم تاخذ القرار الكل بيلتزم الكل بيلتزم الكل بيلتزم نعم طيب حكومة صاحبة القرار صاحبة الولاية. طيب عندي أشكركم كل الشكر ضيوفي الكرام. سيبقى هذا الموضوع مفتوحا على طاولة نبض البلد لحين أن نوقف هذا الأمر اللي هي أمر تصدير الخضروات والفواكه سواء كانت عبر الترانزيت أو عبر مزارع أو عبر تجار أردنيين لهم علاقات في الداخل المحتل.